ماشي سيدة، باين عليكم مش مكتوب؟ ورق واضحة ولا لا؟ هيك شكلها حاجة واضحة. تفضل سكر باب وراك. طبعا المقرر ان انا اعطيكم اياه مثل ما بتعرفوا مبادئ الحواسيب. مبادئ الحواسيب هي مبادئ عامه الى كل طلاب السنه الاولى. مبادئ الحواسيب هي ليس فعليا مبادئ الحواسيب فقط مثل ما الواحد يتخيل للذهن، ايوه هي العلاقه بالكمبيوتر، وانما العلاقه بكل المكونات الرقميه. ايش المقصود بالمكونات الرقميه؟ مين بيعرف ايش معنى المكونات الرقميه؟ مين عم يشرح؟ تفضل. لغات برمجه ماشي الحال، سوفت وير، ايش يعني مكون رقمي؟ بسمعوا شيء بيقولوا ديجيتال، هي موضة ديجيتال، ايش يعني ديجيتال؟ رقم بس مش معناتها حقيقة. يعني تعرف ما تقوله حط اسم هذا او بهالكلية هي بدون ما تعرف كلمة ديجيتال، بدك تعرف شغلة بديهية من الشغلات اللي علاقة بالديجيتال. صحيح كلمة ديجيتال له علاقة بالترميز. شلون يعني ترميز؟ ايش علاقة الترميز بالكمبيوتر؟ ايش له علاقة بلغات البرمجة؟ هذا الكلام رح نتعرف عليه من خلال مبادئ الحواسيب. فهي مبادئ الحواسيب ما هي بس مبادئ الحواسيب، وهي مبادئ كل الاشياء اللي بتتبرمج، كل الاشياء اللي بتشتغل بشكل آلي. نحن عم نشوف انه شغلات رح توسع كثير ولا افلام في مختلف مجالات حياتنا، رح نشوف انه هي الحرك الاساسي لحياتنا في كل المجالات، حتى في المجال الطبي يلي بالظاهر هو ما له علاقه بالتحكم الالي، ما له علاقه بالكمبيوتر. ماشي احنا بنرفع على الموضوع استنى مش فاهم ازاي كل الطلاب اللي كانوا في الجامعه بيسمعوا معي توصل وقت هيك على الاخر رقم يا جماعه مش 10 كنتوا معاهم خليك راح تسمعوا معي نرجع معناتها نحن التحكم ايش المقصود فيه؟ التحكم بتدخل شيء اسمه شيء رقمي، اذا ما في شيء رقمي ما في عندنا تحكم، في عندنا تحكم لكن ما فيه هالأريحية اللي بتاخذوها أكثر المواد بتاخذوها على الشيء الديجيتال. جهاز تحكم حكم الساتلايت هذا ديجيتال، الساتلايت نفسه إشارة بتنتقل من مكان لمكان هي بشكل ديجيتال. هذا الكلام كله رح نحكي إن شاء الله في محاضرات. بس قبل ما ندخل بمحاضراتنا أنا بفضل أعرفكم شوي على الكلية وأعرفكم عن لأني للأسف نحن الطالب عنا بدخل على الجامعه مثل ما بدخل على اي مؤسسه اخرى على مبدا طج الدبل. بتعرف مبدا طج الدبل؟ خلص ليش انا احط راسك بين الرؤوس واجي اطلع. للاسف الطريقه اللي نحن نتعامل فيها لما نكون طلاب في المدرسه تعامل الطالب خلص انا صف اول ثاني ثالث رابع خامس حادي عشر بخليهم ياكل العالم حواليك يقول لك يلا يا اخي لازم تشد لازم تطلع الاول لازم تدخل كليه محترمه ما بعرف ليش تمك تدرس بصوره المثل لكن تدخل كليه حسب معدلات ايش هي افضل كليه اعلى كليه وصلت لها هي كليه لحد الان حياتك محكمين فيها اهلك محكمين فيها المجتمع محكمين فيها مجموعه من الاشياء الثانيه اللي في عندك هلا وقت هذا الوقت اللي لازم الواحد يولد فيه عليا. للاسف كثير من الشباب بعقول لي الطلاب بصير سنه خامسه بلساته عايش بنفس الاسلوب، يعني عايش بالاسلوب انه والله انا بدي اخلص موادي، طيب انت بعد خمس سنين ايش بدك تاخذ كرتوني؟ الشهاده الهندسيه هل هي شهاده كرتوني؟ ولا شهاده واحد صار عنده قدرات اكبر بكثير من
من قدراته المتعدده، صار يقدر يحلل، صار يقدر يصمم، صار يقدر يتحكم باشياء، صار يقدر بإدارات صغيره. بزمانه كان احد زملائنا مول مهندس داخل معهد الالكترون، بالنسبه لي هو افضل من كل مهندسين الالكترون دكاتره الالكترون اللي بعرفهم. ليش؟ لان هذا الزلمه الوقت ما دخل معها دخل مشان يصير عنده قدرات اعلى، مشان يقدر يفهم المجتمع حتى حواليه بادوات اكبر. اي دار بدك اياها لاي شيء بتروح لعنده خلال نص ساعه ساعه بيسوي لك اياها، بيسوي لك اياها كمخطط. بعد ما تسوي لك اياها كمخطط بيسوي لك قطع، تجيب قطع بيصلوا مع بعضهم فعلا، تقول له بدي داره تفتح لي ثلاث ارقام تفتح نفسك، بدي داره كل ما اجى طالب لا تشعل ضوء. اذا الدكتور بده بتصل زر مثلا تقول له تون، ما بده اياه تقول له اطلع. هاي كلمات بسيطة جدا، هالادوات هاي يلي بالنسبة لكم حاليا بتصيروا هي ادوات صعبة جدا، هي تصنيعها بتطول خمس دقائق. لكن للاسف تسأل هلا الناس التربية انه تسوي لي كم اللي بعده. ليش؟ يعني قضى سنوات خمسة مشان ايش؟ قضى سنوات خمسة مشان ياخذ علامات، مشان ياخذ كرتونة، مو مشان يصير هو نفسه مهندس. الجامعة والكلية والقصر. طبعا بتعرفوا جامعة حلب هي من أقدم الجامعات السورية. ليش معكم؟ فضل. ما أصبح زمان بسرعة شوي يا شباب، بتوقف على الباب بس خليك عم تسمع على الباب. متى ما شفت ثلاثة أربع ثلاثة عمارة تدخلوا لا تطلع خليكم بعد ما تنضيع في وقت محاضرة، فهمت علي كيف؟ متى ما اجي زملائك بتدخلوا معك، خلي الباب مفتوح معلش. بس ما بدنا نسوي فوضى بالدخل والطلع. نرجع معناها تاريخ الجامعة، جامعة نحن هي موجودة، هي فرع مما يسمى الجامعة السورية. بالخمسينيات وقبل الخمسينيات حتى بالعشرينيات كان في شيء اسمه الجامعة السورية. الجامعة السورية كانت في عدة كليات، كلية الطب، كلية الحقوق، كلية الهندسة إلى آخره، بس كل كلية بحلب. فكلية الهندسة وين كانت موجودة في حلب؟ فلذلك كلية الهندسة في حلب مسموعيتها حتى بالنسبة لباقي الجامعات السورية مسموعيتها ممتازة. الكلية الهندسة نفسها هي موجودة في حلب، تاريخها لسه قبل كمان من العهد الفرنسي موجوده كليه هندسه بهالمنطقه. طبعا هذاك الوقت كانت الهندسات كلها ممزوجه مع بعضها، ما كانت والله في هندسه مدنيه، هندسه عماره، هندسه الكترونيه. بالذات كليه هندسه الكهربائيه والالكترونيه خلافا لباقي الجامعات السوريه تخصصت بشكل دقيق من عام 1987 حتى من قبل. يعني لحد الان في دمشق اسمها كليه هندسه الكهربائيه والميكانيكيه. بينما احنا كليه هندسه الالكترونيه فيها اكثر، فيها سبع اختصاصات. وفي اختصاصات اخرى موجوده لكن ما هي مفتوحه. فهي فعليا كليه متخصصه جدا، مثل قسمكم تحكم الالي، الجامعات الثانيه اسمه يمكن حاولت شفتوا بالمفاضل اسمه مثلا كمبيوتر و... او الحاسوب والتحكم الالي. فانتم كلياتكم متخصصه. نحن بالنسبه لنا الكليه فيها عده مقابر. بشكل عام كل مقرر من المقررات له شيء اسمه عملي. يعني انت عندك ماده مبادئ الحواسيب في الى عملي، هذا العملي بيتاخذ بما يسمى مخبر برمجه، مخبر برمجه موجود في الطابق الاول، يعني هلا الطابق الثاني، الطابق الاول الممر الثاني. مو الممر المقابل لهي القاعه هي، الممر الموازي لهم الطرف الثاني. على الايد اليمين تدخلوا ثالث غرفه ورابع غرفه الى الطرف اليمين. هون لازم تاخذوا العملي تبع المقرر. نعم؟ روحوا اسالوا شو لازم نحن فعليا الوضع خاص جدا مثل ما بتعرفوا، في خطوره كثير على الطلاب، في عدد كبير من الطلاب ما بيجوا. فنحن العملي رح نحاول نساويه بآليه معينه بحيث انه يا بتحضر للمخبر او بتسوي حلقه بحث. على كل حال هذا الكلام شوي بكير عليه حتى تستقر الاوضاع بالكليه، نقرر بالضبط شو راح يصير من الاول، بس انتم حاولوا كل فتره وفتره تمروا على مخبر البرنامج تقولوا بدنا نسجل، تسالوا شو لازم تسوي اجراءات. طبعا انا بفضل كمان وقت يصير عندكم وقت فاضي بين محاضرتين تتجولوا بالكليه، شوفوا شو في مخابر بالكليه، هذا مخبر تلفزيون، هذا مخبر فيزياء، حتى لو مخابر ما مريتوا عليها هلا،
بس يصير عندك تصور واضح شو معنات المكتب الطلابي، شو المكتب الطلابي، شو وظيفة المكتب الطلابي، وين بيساعدني وكيل العميل، العميل انا اذا صار عندي مشكله وين لازم اتوجه. هالاشياء لازم للاسف لازم احنا نعطيها محاضره تفصيليه عن الموضوع هذا، بس انتم لازم تبذلوا جهدكم تتعرفوا على زملائكم السنوات السابقه، مثلا واحد سنه ثانيه ثالثه بيعرف كلية بشكل افضل منك، يقول لك بدل ما تفاجئ مفاجاه مثلا كثير من المشاكل بشوفها الاسئله اللي احنا عندنا مؤتمته. بيدخل الطالب على الفحص لسه ما بيعرف كيف يتعامل مع الاسئله الوقت الاسئله المؤتمته. حاول دائما تسبق الامور ما هو توصل الامتحان مثلا حتى تتفاجئ كيف بدك تعبي ورقه الاسئله. قسم التحكم الالي له رئاسه قسم، صار عندك مشكله بالكليه مش مع الدكتور مش بتروح تراجع رئاسه، رئاسه قسم موجوده بنفس الممر اللي حكيت لكم عنه. هلا عندنا كليه انتم تابعين كقسم لرئاسه قسم التحكم الالي، يعني كل مقرر من القرارات تابع لقسم مختلف من كليه، يعني مبادئ الحواسيب تابع لقسم الحواسيب. فإذا صار عندك مشكلة مع كل الحواسيب تروح تراجع رئاسة قسم الحواسيب. إن شاء الله ما يصير معكم مشاكل، بس بجوز عندك اقتراح حاليا تسويها بشكل إيجابي. إذا عندك اقتراح كمان بتروح تراجع القسم المختص. مثل ما كنتم شايفين يعني التكنولوجيا فعليا في حالة تضاعف مستمرة، يعني كمية المعلومات اللي موجودة حاليا في العالم كل 3 سنوات تتضاعف. هذا نحن عاجزين عن فهمه تماما. 3 سنوات تتضاعف مرتين، معناتها كل 6 سنوات تتضاعف 4 مرات، معناتها كل 9 سنوات تتضاعف كم مرة؟ 8 مرات، كل 12 سنة تتضاعف 16 مرة، كل 30 سنة تتضاعف 1000 مرة. كل 30 سنة يعني أنت هلا مهندس لو ما يصير عمرك 50 سنة قبل ال 50 سنة بشوي 45 سنة كمية المعلومات الموجودة في العالم تتضاعف 1000 مرة. إذا ما كان نحن عندنا المؤسسات القادرة على التكامل من أجل استيعاب المعلومات هي فنحن رايحين، نحن الأفراد كمؤسسات ما راح نقدر نستوعب هالطفرات العلمية. وهذا كله بسبب ايش؟ التقدم التقني، يعني أنتم بمرحلة حياتكم نفسها بجوز عاصرتوا لما كنتوا صغار لأن ما كان في تليفون محمول. وهلا حاليا ما حد بيقدر يستغني عن تليفون محمول، صار جزء من حياتك الخاصة. نفس الشيء نحن لما كنا صغار ما كان في شيء اسمه كنا نتفرج على التلفزيون من الساعه 6 للساعه 11 المساء بيطلع انتهى وقت. بس حاليا انت على الساتلايت تقدر تشوف 20 2000 3000 قناه وانت ايش بكبسه زر. كيف راح يكون العالم بعد 20 سنه انا ما بعرف، ما في حد العالم بيقدر يعرف فعلا مقدار تقدم التكنولوجيا، لكن الناس الاقدر على معرفه التقدم هو انت. اهم من هلا الواحد بيختار انه يا يكون مهندس فهمان راح يدخل في المستقبل، يا اما راح يكون هو انسان تقليدي، بتعرف صار النجار اللي عندنا بيمسك بيقص تعود بشكل تقليدي ما بيقدر يسوي غير هالباب، فعني العلم انه هذا الباب لن يستخدم بعد 5 سنين، بعد يستخدم اساليب اخرى. مثل ما انتم شايفين يعني تقنيات بسيطة جدا جدا، هذا التليفون لما بيصير برا الطقس بيصير سيء بصير مطر فلحاله بيغبش بيقول لك بدون ما تقرا شيء بتعرف انه في مطر والجو ماطر. طبعا بالاضافه لانه شريحه حسها شريحه شفافه، لكن هو فعليا فيه كل الامكانيات اللي نحن بنعرفها. الكتاب المقرر عليكم هو كتاب مبادئ الحواسيب من مديريه مطبوعات، مديريه مطبوعات مكانها ورا كليه الطب، تحت كليه الطب، صح الجامعه ورا كليه الطب، ورا كليه الطب يعني مديريه مطبوعات. اللي بده يشتري كتاب يشتري حقه 320 ليرة وبجوز أكثر غنوه ما بعرف، واللي ما بده يعني نص الكتاب ما راح يستخدمه منه. اللي بده بيقدر يصور بزملائه السنوات الماضية أو ياخذ كتاب بزملائه السنوات الماضية. تقريبا نحن بدنا ناخذ حوالي كتاب 60 صفحة، نحن بدنا ناخذ حوالي 30 صفحة. الفصول بدنا ناخذها الفصل الأول والثاني والثالث والخامس تثبت قبل الامتحان. مع الظروف هي ما نعرف فعلا شو الأشياء اللي بدنا ما بنقدر نعرف بالضبط بكره شو راح يصير بعد بكره شو راح يصير، فلذلك هي مبدئيه، يعني لا سمح الله اذا انقطع الاتصال بيني وبينكم تعرفوا لحالكم الواحد بيقرا بالبيت بيقرا هالفصول هي. المراجعه كمان نفس الشيء مشان اذا انقطع الاتصال او مشان تسهيل الاتصال نظرا ممكن واحد بالبيت اذا عنده سؤال بيدخل على صفحتي على الفيسبوك. الصفحه هي AMMARALJER، تدخل على منها تدخل على صفحة مبادئ الحواسيب، حتى إذا دخلت على الفيسبوك كتبت مبادئ الحواسيب رأسا رح تدخل على الصفحة ما في غير
غير ما الصفحه هاي بتاعت الاصل. اذا عندك ذكرت اخر الاشياء اللي لها علاقه بالماده، اخر التوصيات، اخر الاسئله تبعت الطلاب، بامكانك تدخل على الصفحه حتى تتواصل معي. خصوصا بالنسبه للطلاب اللي برات حلب. طلاب حلب مستوى بيقدروا يجوا، لكن طلاب برات حلب صعب عليهم يجوا، فلذلك الوسيله الاساسيه للتواصل رح تكون في الانترنت. مكتبي هي قاعه قاعتين، قاعه 26 قاعه 27 جنب قاعه 27 مكتبين، في مكتب 302 هذا مكتب. على الغالب اذا ما عندي محاضرات تكون موجود في المكتب. انا جاهز لاي سؤال ولاي اجابه، بشرط ما تكون اسئله، يعني ما يجي واحد طالب بارك هون كان عم بيلعب بشعره، كان عم بيلعب بموبايله، عم بفكر باشياء اخرى، يجي بعدين يقول لي دكتور هي شو شغله؟ اذا اول ما بتكون على سؤال اسالها زميلك ما جاوبك او حسيت فعلا انه في معضله تعالى. لاني نبني عندي انا حوالي اكثر من 700 طالب، فاذا كل طالب بده يجيب سؤال ما هو مفيد فمعناتها معناتها انشغل وقتي على الفاضي. هذا ما معناته ما بيجوا مع بعض. اهلا وسهلا فيكم، بس بحس الواحد يقدر وقته ووقت الدكتور. الامتحان موحد ومؤتمن. كيف يعني موحد ومؤتمن؟ احنا عن غلط كنا سابقا نحط كل الاقسام اللي نسوي لهم امتحان واحد. الامتحان مكون من 70 سؤال، السؤال بعلامه واحده، سؤال عليه اربع اجابات تختار احدى الاجابات. فلذلك الانسان اللي فعلا ما في واحد ما دارس بيجح، مستحيل. لكن ممكن الانسان اللي دارس نص على نص بيمشي حاله. مع ذلك انا بنصحكم تدرسوا من اول مره وحده، تدرسوا الماده بشكل ممتاز، يعني تاخذ علامه ممتازه من اول، تحسن لك معدلك. ثاني شيء هي ماده تاسيسيه، اذا انت كان اساسك قوي هي بتاسس لحوالي تقريبا 7 أو 8 مواد في المستقبل، اذا ما كان اكثر. فاذا كان عندك اساس متين ما في داعي في المستقبل تختصر عليك دراسه تقريبا نص المواد القادمه. يعني حجم الماده حجم حقيقي، حجمها تقريبا 4 أو 5 مواد. يعني حجمها نص سنه تقريبا. المطلوب في الامتحان دائما الطلاب غايته بالاخير الامتحان، او هيك تعود، ما هو غايه الطالب انه والله يروح يتعلم. مع ذلك نحن نتعامل مع كتاب الكتاب. نحن في عندنا شيء اسمه كتاب وشيء اسمه محاضرات. في تقاطع بيناتهم، رح تشوفوا في شغلات المحاضرات بعطيكم اياها اضافيه عن الكتاب. في شغلات الكتاب موجوده ما بتكتب. اخر شيء بيجي في الامتحان هو التقاطع بين الاثنين، يعني اذا شغله ما موجوده بالكتاب ما بتجي، اذا شغله ما اعطيتك اياها بالمحاضرات كمان ما رح تاخذ. ما رح تجيب في الامتحان. معناتها عندي تقاطع الكتاب مع الشفافيه. في عندنا اسئله الدورات الماضيه مصدر مهم للامتحان، لان نحن عندنا صار سوينا اكثر من 10 امتحانات مؤثبته، كل امتحان 70 سؤال، معناتها صار عندنا اكثر من 700 سؤال، يعني عندنا فعليا اكثر من 1000 سؤال. هالاسئله هي خذها فهمها. برد بركز على الشغله المهمه. تاخذ الاسئله المؤتمته تفهمها، لان المشكله بالاسئله المؤتمته اذا حفظها حفظ ما بتستفيد شيء. تاخذ سؤال تقول والله بحفظت سؤال الجواب. انا شو بسوي الدورة اللي بعدها؟ بجيب سؤال بغير فيه تغيير بسيط. بعد ترى سؤال حسب نفس السؤال اذا ما فهمت. فبتجاوب مثل ما جاوب مثلا، مثال صغير. اذا قلت لك مثل هذه تختار اجابة وحيدة. اذا قلت لك حلب تقع في الكرة الأرضية ولا في سوريا ولا في الشرق الاوسط ولا في امريكا، شو تختار؟ في سوريا تختار الاجابه الادق، هنا هي الادق، الشرق الاوسط ولا سوريا؟ سوريا. بجوز بدوره ثانيه جيب لك سؤال، سوريا تقع في المنطقه، حلب تقع في المنطقه الشماليه لسوريا ولا تقع في سوريا ولا تقع في الشرق الاوسط ولا تقع في الكره الارضيه؟ المنطقه الشماليه لسوريا. فبيجي طالب الطلاب يقول لي دكتور انت حال لنا سؤال السنه الماضيه مختار خيار مختلف، لا بتكون انت ما انك فهمان السؤال بشكل دقيق، مثل ما الدكتور حافظ الحمد على الفهم. في اسئله كنا نحطها في مركز التصوير، لكن فعليا هلا عم نضيفها لدي في دي رح احكي عنها بعد شوي. المهم كل ما هو مطلوب سيكون له مرجع للدراسه. علامات عندنا المادة أكثر من القرارات عندكم هي قسمين، القسم العملي 30 علامة، القسم النظري 70 علامة. القسم النظري بالامتحان هذا الامتحان كمان، القسم النظري العملي 30 علامة كنا نسوي لهم للطلاب، وهذا الغالب راح نسويه مشروع ضخم
كل كنا سابقا نختار كل 10 طلاب مع بعض، 10 طلاب لازم يحضروا شيء معين ويقدموه، هالشيء المعين شغله جديده تكون شغله. يعني مثلا شو في هيك عندنا اسماء شيء طالع جديد، مثلا في عندنا شيء اسمه هلا في عندي شيء عندنا اسمه مثل الجي بي اس، بتعرفوا نظام الجي بي اس؟ بتعرفوا سمعني في بيسمع لكم فكره عنه؟ هاد بيجوا 10 طلاب بيحضروا بيدرسوا الجي بي اس، بيجيبوا مراجع على الانترنت، مراجع باللغه الانجليزيه، بيستعينوا بالعربي وين شوي، بعدين بيسووا هالكلام على باوربوينت بيحطوه بتقرير وورد، وبسالوا الطلاب بعدين عن الموضوع، لكن بيهمني اكثر عن الشكل، ما بيهمني بس الموضوع، بيهمني الشكل، بس اتاكد انه كل طالب الطلاب فهمان. العلامه بتعطى ما بتعطى مش قد المشروع ممتاز، لا بتنعطى على مقدار التعاون بين الطلاب، العلامه الكبرى بتكون على مقدار التعاون بين الطلاب، يعني اذا كنا فريق كان فريق كله طلاب ممتازين اوائل هذا ما ضروري ياخذ علامه افضل من الفريق اللي فيه طالب ممتاز وطالب ما ممتاز. قد ما يكون في تعاون، للاسف هلا عدد الطلاب انتم عددكم مفترض تصور حوالي 300 طالب، الموجودين حاليا حوالي 70 بجوز، ففعليا هذا بتمنى يوصل لكل الطلاب ويشتركوا الطلاب، مثلا الطلاب ما بيقدروا يجوا يشتركوا مع الطلاب اللي بيقدروا يجوا حتى نقدر قدر الامكان نساعد. يمكن يكون هناك محاضرات اضافيه حسب بالضبط. عندنا نحن الفصول تبعية الكتاب، اول شيء فصل تاريخ الكمبيوتر، بعدين فصل الكمبيوتر جزئين تبعيته، قسم الهاردوير قسم السوفت وير، المنافس تبعية الحاسوب، في عندنا البرمجيه تبعية النظام تشمل انظمه التشغيل وما يحدث عند اخلاء الجهاز، فهي الاشياء ما بس تسمع بس الكمبيوتر اللي في اي نظام رقمي، الشبكات ما رح ندخل فيها، رح نضيف اشياء مهمه جدا للمقرر رح تاخذوها خلال المحاضرات ما رح نفصلها هلا هون. في شيء مهم جدا هو الدي في دي. السنه الماضيه صورت اهم المحاضرات، عندنا يمكن شيء صورت شيء 15 محاضره صوت وصوره، عشان الطلاب هلا انا بنصحكم تجيبوا ولا الدي في دي اللي انتم مطالبين فيها، مطالبين بالمحاضرات الموجوده جواتها. يعني هال 17 او ال 14 او 15 محاضره ما بتذكر عددهم الموجودين، نحن رح ناخذهم باربع خمس محاضرات، ما رح نمر عليهم بشكل مفصل مثل السنه الماضيه، رح نفصل في محاضرات اخرى. فبتاخذوا هالمحاضرات موجوده تحت في مركز التصوير. تنزل درج اخر درج محل ما في محل تشتروا منه اقلام ودفاتر وكذا، هذا المحل نفسه بتاخذوا منه الدي في دي. هالدي في دي شو فيها؟ فيها اول شيء معلومات من الفصل الثاني السنه الماضيه، يعني رح تطلع معلومات جديده بنهايه الفصل، بس انتم مشان ما تضيعوا وقتكم خلال هالفتره هاي استعملوا هاي الدي في دي. في تسجيلات للمحاضرات اكثر اهميه، فيها مراجع هائله جدا بتفيدكم في كل السنوات القادمه في مختلف المجالات. فيها مقاطع فيديو عن كيف تجميع الكمبيوتر، كيف تفكيك الكمبيوتر ومن هالاشياء هاي، اسئله عامه، اسئله الدورات الماضيه مع اجاباتها، مثل ما حكينا انه في عندنا 1000 سؤال تقريبا اكثر موجودين كلهم مع اجاباتهم في هالدي في دي هاي. سنحاول بنهايه الفصل اضافه بعض المحاضرات التسجيليه الاضافيه الى هالدي في دي هاي. الكليه بالسنوات الماضيه كان فيها نشاط طلابي هائل، كانت عم تتطور بشكل سريع جدا. للاسف الاحداث اللي مرت معنا السنه الماضيه جمدت العمل الضخم اللي كانوا عم في الطلاب. لاني انا ايماني الحقيقي انه الجامعه العامل الاساسي في تطويرها هو جهود الطلاب. حاليا انتم حظكم احسن بكثير من حظنا لما كنا نحن طلاب. انت بتدخل على الانترنت بتجيب اي مرجع بدك اياه. فالطلاب من شي خمس سنين، طبعا في طلاب من شي 15 سنه يسووا موقع للحاسبات، هذا الموقع في كل الاحتياجات تبع طالب الكمبيوتر. من شي خمس سنين في طالب ثاني او اربع سنين في طلاب ثانيين سووا موقع، ما بعرف اذا شغال صادق شغال ما بعرف شلون وضعه، بس في كمان معلومات ضخمه عن الكليه، في تصوير للكليه، في كل دكتور من الدكاتره له صفحه من الصفحات. فاذا واحد بحط اسئله بيقدر الدكتور يحط اسئله، بيقدر يحط محاضرات الى اخره، لكن انا ما بعرف اذا شغال هو شغال، فلذلك انا ما راح نستعمل هالموقع حاليا، لكن انا بنصحكم تتكاملوا مع بعض حتى تسووا اشياء مشابهه. يعني ما والله انت تقول انا لازمني محاضره وصديقي لازم محاضره، انتم عددكم 200 طالب، اذا كل طالب حضر محاضره في الفصل كله محاضره واحده بشكل ممتاز، معناته حضرتوا 200 محاضره، مع حضرتوا 20 مقرر تقريبا او 10 مقررات. فانتم بالتعاون بين بعضكم
تقدروا تسهلوا فهمكم وتسهلوا عبوركم بهالكلية هاي إن شاء الله. من أهم النصائح اللي بنصحكم إياها تجاوز الغاية العلمية من الامتحان إلى البناء النظري والعلمي للمهندس. مثل ما حكينا نحن ماشيين بعطارة طريقة تفكير متقلدة جدا، لأنه أنا دخل على الكلية مشان أنجح في الامتحانات. هذا الكلام خاطئ، هذا الكلام بيأذيك كثير. مو إنه ما ترسب بالامتحان، لا، نجح بالامتحان، بس خلي غايتك من أي مقرر بدك تدرسه أنه أنا بأخذ هالمقرر مشان إيش؟ مشان أفهم أكثر، حتى قدرتك على استيعاب الدنيا بشكل مختلف. الإنسان المهندس الناجح، المهندس المدني الناجح، لما بيطلع على البناء ما بيشوف بس شبابيك وبيشوف أبواب، لا، بيشوف الموديل تبعه، بيشوف العلاقات الرياضية اللي داخلة فيها البناء هذا. مثل الأديب لما بيشوف قصيدة شعر، لما بيجي واحد إنسان جاهل بتقول له قصيدة شعر، بيقول لك لا والله سوي لي، أعطيني فقط لحم مشوية أحسن من هالقصيدة الشعر. بينما إنسان الأديب لا، صار عنده ثقة. نفس الشيء المهندس الحقيقي بيقدر يفهم الأشياء من حواليه بشكل أفضل. التركيز على الأصل الإنجليزي للمصطلح مع الترجمة العربية خصوصا للمواد الاختصاصية. هذا الكلام وجهه جميع، لكن بعرف أنا طلاب الدراسة لا يصوروا الكلام، لكن بحب لكم إياه من السنة الأولى. أنت كطالب مراجعك الحقيقية هي اللغة الإنجليزية. مراجعك الحقيقية في اللغة الإنجليزية، مو لأني لغة عربية ضعيفة، لا، لأن الناس اللي عم بتفهم اللغة العربية ضعفة. ومصادر العلم حقيقة هلا، يعني نحن كنا في فرنسا لما بنقرا مقالة علمية ما بنقراها بالفرنسية، بنقراها بالإنجليزي. لأن اللغة الإنجليزية هي اللغة اللي بتلتقي عندها كل الجهود العلمية في العالم. فأنت كيف بدك تقوي حالك بالإنجليزي؟ في طريقة سهلة جدا، ما القوة هي بس بالمحادثة، ما هو المنطق، لا، نحن بدنا الطالب يقدر يمسك اي مرجع يقراه بشكل سهل. الانجليزي بالكتب الاختصاصيه بنقسم لقسمين. القسم اللي نحن بنعرفه يعني هو ام وار واز، فعل الكون وفعل الملك، هالاشياء اللي نحن اكيد اي طالب فينا بيعرفها. القسم الثاني هو الكلمات الاختصاصيه. يعني هلا انا اعطيك كتاب بالانجليزي في مبادئ الحواسيب رح تلاقي فيه صعوبه. ليش؟ يعني بتعرف ام واز والار، لكن ما بتعرف الكلمات الاختصاص. شو الحل؟ الحل انه تتعلم على هالكلمات شوي شوي. كيف؟ في طريقه كثير سهله. لما بتاخذ مثلا مقرر الفيزياء، نحن متعودين لما اقول لك مغناطيس، بتعرف كلمه مغناطيس بالعربي، طيب شو مقابله بالانجليزي؟ مع اني هذا الكلام على الغالب بيكون موجود بكتاب الفيزياء، الكلمه العربيه جنب الكلمه الانجليزيه. فحاول انت تتعود لما تقرا الكلمه العربيه تقرا تركز على الكلمه الانجليزيه جنبها. إذا ما كانت كلمة موجودة جنبها، حاول ترجع لآخر الكتاب، في دائما في آخر الكتاب شيء اسمه المصطلحات. بكتب لك شو الكلمة الإنجليزية شو جنبها المقابلة العربية، فحاول أنت لما تدرس أي مقرر من المقررات تحفظ الكلمات الاصطلاحية بهالمقررات. ماشي الحال؟ هاي طريقة كثير سهلة لحتى أنت شوي شوي يصير عندك مفردات. الشيء الثاني لازم تسويه، تمسك في البداية كتب مبسطة اختصاصية، مو كتب لتعلم اللغة بشكل عام، لا، كتب اختصاصية. تتعاون عليها انت وزملائك، تمسك كتاب ان شاء الله كتاب طول فيه شهرين او ثلاث اشهر، خصوصا بهالظروف هي، احيانا الواحد ما بيصح له يرجع الجامعه بيكون ما في كهرباء بيكون كذا، لكن تفضل الكتاب تاخذه تقرا، تحط الكلمات جنبك قاموس شوي شوي. كل يوم تشتغل لك اول يوم جزء ما تشتغل غير صفحه واحده، ثاني يوم تشتغل صفحتين، لبعد اربع خمس اشهر ما تسمح لك انك انت تصير تطلع بشكل مختلف. بعدين في عندنا شيء ثاني اللي هو المحاضرات، هلا في كثير محاضرات في كل الاختصاصات تحت الضوء، محاضرات باللغه الانجليزيه على اليوتيوب بتلاقوها، محاضرات رائعه ممتازه افضل من كل المحاضرات اللي بنعطيها. فانت شو بصير بعدك؟ بصير عندك كميه كبيره من الكلمات وتروح تسمع على محاضرات باللغه الانجليزيه. نفس الشيء في البدايه رح تلاقي صعوبه، لكن بعد شهر شهرين ثلاثه خمسه ما بتشوف الا انت انطلقت ان شاء الله في هذا الموضوع. الاستعانه بالمقرر وعدم الاقتصار عليه. يعني نحن عم ناخذ مبادئ الحواسيب صحيح، مثل ما حكينا عندك كتاب عندك مرجع تدرس كويس، لكن ما بس تدرس من هالكتاب، حاول تشوف معلومات اخرى. لما اعطيكم مصطلح حاول تبحث عنه في الانترنت، خصوصا اذا حسيت مصطلح جديد بالانجليزي اهم من العربي، حاول تتعود على الانجليزي. نحن دائما طالب شوف شو اسهل له، حاول تجبر نفسك على انه تقرا باللغه الانجليزيه. ممكن 90 بالاساتذه، ممكن 90 بالدكاتره. نحن عندنا الاساتذه مثلا من الناحيه العمليه
ان والله كيف تجميع الكمبيوتر وفكه وتركيبه. انا فعليا ما فكيت كمبيوتر، الكمبيوتر بمعنى الشغل يعني، فكيته وجمعت جهاز وكذا من شيء 10 فاصل. فانت المهندس بفيدك في الناحيه اكثر من الدكتور، بينما معلومه كيف بيشتغل برنامج ما هذا بفيدك فيها الدكتور اكثر. فممكن تكون طاقات ما تقصها فيها على شخص بس وتقول له الدكتور هو افهم من الناس الثانيه، لا، كل واحد له مجال. ان شاء الله ربنا يحاول تشوف مين افهم شيء بالكليه فيه، هالمجالات هيك حتى تستفيد منه لاقصى درجه. شيء خطير جدا كمان هو لازم تنتقل من التميز الفردي الى التميز الجماعي من خلال فرق عمل. مثل ما حكينا في عندنا مصيبه كبيره نحن في التربيه بالابتدائي اعدادي ثانوي، الامثل للابناء يا ابني انت لازم تطلع الاول، ترى ابن فلان هو احسن منك انت بدك تصير احسن منه. فبدا كثير من الاحيان واحد عنده اسئله دورات مثلا بخبيه عن زميله، ليش بخبيه عن زميله؟ مشان هو يطلع الاول وزميله ما يطلع الاول. وكثير من الاحيان بتزور الانسات الابتدائي بيطلعوا لها 15 واحد طالب درجه اولى مشان ايش؟ مشان يرضوا ام هذا وام هذا وام هذا. هاي العقليه خطيره جدا، لان في طلاب بيحافظوا عليها، هو بيجي طالب بيصير طالب بده يطلع هو الاول على القسم. انتم كلياتكم اذكياء، انتم كلياتكم هلا نخبه، انتم كلياتكم بصفوفكم كنتوا اوائل. اهم ما تطلع الاول على القسم تساوي الفريق الممكن انت تساوي معه شيء معين، تدرس المحاضرات معه، تجهز المحاضرات، تتعاونوا لسبب بسيط، لان الانسان اللي بيشتغل لحاله مستحيل يقدر يكمل. بناكل كميه معلومات في العالم تتضاعف كل 30 سنه 1000 مره، كل 60 سنه تتضاعف مليون مره. فكيف انا لحالي ممكن استوعب هالمعلومات هي؟ انا لحالي ما بقدر استوعب، وانما المؤسسات اللي انا عم شكلها هي اللي بتقدر تستوعب. لا تستحي من السؤال او من عدم معرفتك، ما المشكله اذا كنت ما تعرف، انت لهون الكليه الغايه الاساسيه تبعك كمان ما بتتعامل مع الكليه بشكل، انت لك حقوق فيها الكليه. هاي كليه كليتك. اذا نحن بالكليه شفنا انه ما عم نقدر نعلم الطالب معناتها نحن فاشلين، معناتها الكليه فقدت الهدف اللي لاجله وجدت. وجدت الكليه بشكل اساسي مشان انت بعد 5 سنوات تصير مهندس ناجح. فانت هذا حقك، اذا عندك سؤال ما تقول والله انا ما بعرف، انت هون مشان تعرف، لكن كل شيء ضمن الاصول. في طلاب بيغلطوا بين انه انا من حقي اسال الدكتور ومن حقي استخدم المخبر، وبين انا انسان مدلل بدي ادخل بدي ازيد المخبر بدي اكسر القطعه الفلانيه ما حد بيحكي معي. لا، انت من حقك تماما لا تستحي من السؤال، لكن خلي سؤالك دائما ضمن الاصول. طبيعتي في المحاضرات انا في عندي الكلمات اللي لازم الطالب يعرفها مسبقا بتكون باللون الابيض، الكلمات الجديده بتكون باللون الاحمر. فاذا شفت كلمه باللون الاحمر ما تعرفها معنى ما تسالني عنها. اما اذا شفت كلمه باللون الابيض ما تعرفها اسالني عنها، لازم تكون، لازم تفترض انا تكون تعرفها مسبقا. هذا رح نشوفه خلال الممارسه ان شاء الله رب العالمين. في حدا عنده سؤال؟ سؤال؟